الإمام محمد الباقر عليه السلام. هو الإمام محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، أمه فاطمة بنت الإمام الحسن عليه السلام، كنيته أبو جعفر، من ألقابه الباقر، باقر العلم، الشاكر، الهادي وغيرها. ولد عليه السلام في الأول من رجب سنة 57 للهجرة في المدينة المنورة. عمره الشريف 57 سنة، ومدة إمامته 19 سنة. استشهد عليه السلام بتأريخ 7 من ذي الحجة سنة 114 للهجرة، ودفن في المدينة المنورة في بقيع الغرقد.